قال المؤلف رحمه الله: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. طبعا يعني أفضل المساجد المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأعلى ما يجزئ إلا أن يعتكف في المسجد الحرام، لكن لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فله أن يعتكف في المسجد الحرام، لأنه إيش؟ أفضل. وكذلك لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يفي بنذره فيعتكف في المسجد النبوي والمسجد الحرام. نعم. أي إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فإنه يجوز له أن يعتكف أو يصلي في أي مسجد آخر، لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. أما إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فليس له أن يقضي نذره في غيرها مما هو دونها في الفضل. وكذا إن نذر الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الأقصى فتركه واعتكف أو صلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي جاز له ذلك، لما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في البيت بيت المقدس ركعتين. قال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن. والخلاصة أنه إذا نذر الاعتكاف في مسجد فله أن يعتكف في آخر مساو له في الفضيلة أو في أفضل منه، لأنه إذا انتقل إلى الأفضل فإنه زاد خيرا. فإن نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فاعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى فلا بأس. وأما إن نذر الاعتكاف في أحد هذه المساجد الثلاثة فلا يجوز أن ينتقل إلى مسجد آخر لأنه دونها في الفضيلة.